بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع في مذاكرة كتاب أحاديث الفتن والحوادث للشيخ المجدد رحمه الله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. نعم. ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة. قال الحسن رضي الله عنه: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان، الأول حديث عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ويشهد له الحديث الآخر الذي رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن ابن فضالة عن الحسن البصري به. وفي مجموع الأثرين والحديثين من علامات الساعة التسليم على الخاصة، ومعنى ذلك أنه يخص السلام من يعرف دون من لا يعرف، وذلك للشحناء في النفوس والبغضاء والتحاسد، حتى إنه يشح أن يسلم على عموم المسلمين، وإنما يخص بالسلام معارفه وأقاربه دون غيرهم. وليس معنى الحديث أنه يسلم على المخصوص، فإنه إذا سلم على مخصوص جاز له أن يرد السلام عليه. ولهذا في الرجل الأعرابي المسيء صلاته أنه صلى صلاة عجلة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فهذا ليس من هذا الباب، أن تسلم على مخصوص تقصده. أما الذي جاء من علامات الساعة وأشراطها أنه يخص السلام بمن يعرف دون من لا يعرف. ومعلوم أن من أسباب دخول الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتصلي بالليل والناس نيام. قال: فشو التجارة، أي انتشارها، حتى المرأة تتاجر وتعين زوجها على التجارة. وليس في هذا مذمة إعانة المرأة زوجها في التجارة، وإنما فيه كما سبق في الأصل السابق أن المال يفيض وينتشر، ومن أسباب انتشار المال انتشار التجارات والمبايعات،
ولهذا جاء في سنن سعيد بن منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 9 أعشار رزق أمتي في البيع والشراء، أي في التجارة. وهذا علامة على إفاضة المال، فهذا دل عليه ما سبق من الأحاديث. ثالثا قال: وقطع الأرحام. قطع الأرحام من أسباب الفساد، قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقطيعة الرحم مبناها على الغل في النفوس والحقد في القلوب والحسد والشنآن، وهذا ما تكثر أسبابه ودواعيه في آخر الزمان، ولهذا ينتشر فيهم قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم كما أنها من المعاصي والكبائر، هي أيضا من الفتن الدالة على دغائل النفوس. قال: وفشو القلم. وهذا المعنى جاء في أحاديث أخرى ثابتة في السنن وفي مسند أحمد والطبراني وغيرها: إن من أشراط الساعة رفع العلم وفشو القلم. ومعنى فشو القلم أنه يقل أو يندر من لا يحسن القراءة والكتابة، ولكن العلم معهم علم قليل وعلم يسير. ولهذا تتنادى الآن الدول والمنظمات التعليمية تتنادى إلى رفع الأمية. ما الأمية عندهم؟ أمية القراءة والكتابة، أمية القراءة والكتابة فقط. وهذا غلط، فإن الأمية ليست في القراءة والكتابة فحسب، فإن سيد البشر وخير من وطئت قدماه على أرض الثرى لا يحسن القراءة ولا الكتابة. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ولا نقرأ. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 30، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 29. فمن علامات الساعة انتشار القلم، أي معرفة القراءة والكتابة، ومع ذلك يقل العلم، يقل العلم كما سبق بقبض أهله أو بنسيانهم إياه في الصدور، أو والعياذ بالله في اشترائهم بهذا العلم ثمنا قليلا. قال: وظهور شهادة الزور، لأنها من علامات الفساد، وشهادة الزور من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكرها ثم قال وكان متكئا فاستعدل، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: ليته سكت، إشفاقا على رسول الله لا مللا من تكراره لهذا الأمر. وشهادة الزور تنتشر في آخر الزمان علامة على فساد الزمان بفساد أهله، إما بالمقابل تدخل في الرشاوى، أو بغير مقابل لينال عليها المصالح والمكاسب أو الممادح، أن يمدح أنه فزع وناصر جماعته وقومه. قال: وكتمان شهادة الحق. يلزم من وجود شهادة الزور أن يكتم شهادة الحق، وهذا دل عليه ما جاء في الصحيحين من حديثي ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، في رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،
ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، فإن انتشار هذه الشهادة شهادة الباطل، أو يشهد حينما لا يستشهد أنه يكتم شهادة الحق، وكتم الشهادة الحق حرام، عظمها الله جل وعلا في قوله: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لماذا يكتم الشهادة؟ يكتمها لأن المشهود عليه من كبار القوم، أو أنه من قبيلته، ويخشى ملامة الناس أو مذمتهم أو معيبتهم عليه، أو لأن المشهود له ضعيف، المشهود عليه ضعيف والمشهود له عزيز، فيكتمها والحالة هذه. ومثلها ما جاء في رواية الحسن، وهو الحسن البصري التابعي المشهور، وهو سيد أهل البصرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري لم يدرك نبينا عليه الصلاة والسلام، فتكون روايته عنه رواية غير متصلة، تسمى عند العلماء بماذا؟ بالرواية المرسلة. فإذا روى التابعي عن النبي بلا واسطة الصحابي فهذا حديث ضعيف لأنه مرسل، لكن هذا الحديث معناه صحيح تشهد له الأحاديث السابقة، وإنما ساقه شيخ الإسلام هاهنا استئناسا به، ولأنه جاء في الروايات الصحيحة. قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، ورفع العلم ثبت في الصحيحين كما سبق، ويفيض المال أي يزداد ويكثر، وهذا ثبت في الصحاح كما سبق، ويظهر القلم وتكثر التجارة، وكلها كما سبق دلت عليها الأحاديث. ظهور التجارة لكثرة المال وإفاضته. فقال الحسن رحمه الله: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان. ومعنى تاجر بني فلان يعني أنه ليس فيهم إلا تاجر واحد، وكاتب بني فلان ليس عندهم إلا كاتب واحد، دل على انتشار التجارة وفشو القلم. ثم قال: ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد وإلا الكاتب الواحد، لفشو القلم بالكتابة والقراءة وانتشار المال وإفاضته. وقد روى الطبراني بإسناد فيه مقال حديثا يدل حول هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين، وإن من إقبال الدين ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين، أي فشى فيهم العلم، وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. نعم. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، ويكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. هذان الحديثان في معنى واحد. الحديث الأول رواه البخاري من حديث أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهو كاتب الوحي، أحد كتبة الوحي، ولا يأتمن النبي على كتابة الوحي إلا من كان ثقة،
فاجتمع في معاوية رضي الله عنه، اجتمع فيه الثقتان والعدالتان، الأولى أنه صحابي، والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول، الثانية أنه من كتبة وحي الله وهو القرآن. قال رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها، أن يقل العلم. كيف يقل العلم؟ برفع هذا العلم، إما بموت العلماء أو بنسيان العلم أو بانشغال الناس عن العلم بالدنيا، أو والعياذ بالله بفشو علماء السوء الذين يحورون العلم لمصالحهم ويكتمون الحق إذا خالفتها. إذا قل العلم حصل بالطرد العكسي ظهور الجهل، لأن العلم والجهل ضدان، إذا وجد هذا انتفى هذا، وإذا قل هذا كثر الثاني. قال: ويظهر الزنا. وظهور الزنا يعني فشوه وانتشاره، وفشو الزنا وانتشاره بظهور أسبابه ودواعيه، المهيجات للشهوة. وما هذه الصور بأنواعها وأشكالها وأنماطها المختلفة إلا من أسباب انتشار الزنا، وكذلك من أسبابه قلة الغيرة وقلة الإيمان وقلة النخوة، فينتشر عندئذ الزنا، ويترك الناس النكاح الذي أباحه الله وحث عليه وأمر به، وكذلك الخيانة، فيخون الرجل زوجته بأن يزني بغيرها، وتخون المرأة زوجها بأن تزاني بالأجنبي، وقد أغناها الله بزوج وأغناه هو الله بزوجه. وهذا من الفساد الذي يدل على فساد الزمان بفساد أهله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ويقل الرجال، هذا من علامات الساعة. لماذا يقل الرجال؟ يقلون لكثرة الهرج والقتل وانتشار الحروب، لأن الذي يحارب في الغالب من هم؟ الرجال، فتفشو الحروب فيموت فيها الآلاف، بل المئات من الآلاف، بل الملايين. فإذا قل الرجال كثر بالتالي من؟ النساء. قال: حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أي يكون المسؤول عنهم واحد لمصالحهم ورعايتهم. مات الأزواج، مات الآباء والإخوان والأعمام والأخوال، فيكون لخمسين امرأة في قبيلة أو في حي أو في فرع القيم الواحد، لكثرة الملاحم والحوادث والهرج والقتل بين الناس. وهذا يشهد له حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى؟ عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، وهذا من أهل اليمن من جهة الساحل في الحديدة وزبيد ونواحيها. وقد قدم الأشعريون على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، ركبوا البحر يريدون أن يقدموا إلى جدة، فقذف بهم البحر في ساحل الحبشة، فوافوا المهاجرين الأوائل إلى الحبشة، جعفر ومن معه، وعرفوا مقاصدهم جميعا أنهم يرجعون إلى المدينة ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فترافقوا فقدموا عليه جميعا، من بقي من مهاجر الحبشة مع الأشعريين، حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام منصرفه من غزوة إيش؟ خيبر، في السنة السابعة غزوة خيبر.
وقد ضرب لهم عليه الصلاة والسلام، أي لمهاجرة الحبشة ومن معهم من الأشعريين، ضرب لهم بسهم من أسهم غنائم خيبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان، وهذا من علامات الساعة، يخبر هذا أنه يكون في آخر الزمان، يطوف الرجل أن يسعى ويبحث ويفتش وينقب بالصدقة من الذهب، بزكاته التي هي ذهب ليست طعام ولا فضة ولا ثياب ومتاع، وإنما ذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، لأن الناس مستغنين أهل غنى، وفشى فيهم المال حتى فاض، فلم يكونوا من المستحقين للزكاة. والمستحقون للزكاة كم هم؟ 8 أصناف، جامعهم جميعا ماذا؟ الحاجة. فإن جامع هؤلاء 8 المستحقين للزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الجامع في هؤلاء الأصناف 8 الحاجة. أما في آخر الزمان فإن المال يفيض ويكثر حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه زكاته ولو كانت من الذهب. قال: ويرى الرجل الواحد، أو يرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء، أي أن القتل فشى في الرجال والحروب انتشرت حتى تفانى الرجال، فانضم الكثير من النساء إلى قيم واحد يتبعونه ليحميهم ويذود عنهم ويقضي مصالحهم. في الحديثين، حديث معاوية، يكون 50 امرأة القيم الواحد، وفي حديث أبي موسى يتبع 40 امرأة قيما واحدا. لماذا اختلف العددان؟ هناك 50 وهنا 40. لا مفهوم لها العدد، لأن العدد ها هنا من ألفاظ العقود، 50 و60 و40 من ألفاظ العقود، وهي لا مفهوم لها، أي لا تعني بيان عدد المعدودات، وإنما لبيان الكثرة، يتبع النساء الكثير رجلا واحدا. مات الآباء والإخوان والأبناء والأعمام والأخوال، فلم يقم عليهم إلا قيم واحد لكثرة الهرج والحروب والقتل الذي يفشو بين الناس. وفي هذه الأزمان المتأخرة قامت الثورات، فما نتج عنها؟ نتج عنها جريان دماء المسلمين، ليس بالمئات بل بالآلاف، بل بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف من المسلمين قتلى بسبب هذه الفتن، والتي منها فتنة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يدخل الإنسان إلى السوق ليقضي مصالحه، فيأتي سفيه من السفهاء وخارجي من الخوارج في حزام ناسف أو في سيارة مفخخة بالقنابل، ثم إذا صار بين الناس فجرها فذهب العشرات، فلا يدري المقتول لما قتل، وهذا المقتول قطعا وراءه أهل، إما أخوات أو أمهات أو بنات أو زوجات، هذا يزداد ويكثر إلى أن لا يكون لهؤلاء النساء إلا قيم واحد. وهذه من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد وتكثر في وقوعها. نعم. وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الله لا ينزع العلم إن أعطاكمه انتزاعا ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث في ارتفاع العلم، فإن العلم يرتفع، فكيف يرتفع العلم؟ سبق في الأحاديث السابقة أن من علامات الساعة الصغرى ارتفاع العلم، جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ها هنا عند البخاري بيان كيف أن العلم يرتفع. قال إن الله لا ينزع العلم إن أعطاكموه انتزاعا، أعطانا الله هذا العلم بماذا؟ بهذا الوحي الذي نزل من السماء بكلام الله القرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البيان. لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فإذا مات العلماء قبض الله أرواحهم، يبقى في الناس الجهلاء فيصدرون ويرأسون ويشار إليهم بالبنان، إما لحذاقتهم في ألسنتهم وإما لرتبتهم ومكانتهم ومالهم وجاههم وإما لنفاقهم وإما لجهلهم. ماذا يكون بعدئذ؟ يسأل هؤلاء الجهال فيستحون ألا يفتوا، يقول أنا صاحب مؤهل عالي، أنا شيخ قبيلة، أنا صاحب مسؤولية، فيستحي أن يسأل ولا يجيب فيجيب بغير علم. فما النتيجة؟ يضل هذا المتعالم في نفسه ويضل غيره لما فقد الناس العلم. وهذا فيه أن حاجة الناس للعلم الذي يرفع عنهم الجهل ويدلهم على مراد الله أنها أعظم حاجة. انظروا إلى حاجتهم إلى الأطباء لعلاجهم والمهندسين لبناياتهم وعماراتهم وللميكانيكي لإصلاح سياراتهم، حاجة الناس للعلماء أعظم من حاجتهم لهذه كلها، لأنه ينتج عن ذهاب العلم الجهل، والجهل يميت القلوب، كما أن الجهل بالطب يميت الأبدان، وموت القلوب أعظم خطرا من موت الأبدان. قال ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي هذا أيها الإخوة أن الدين والعلم ليس مبناه على محض الرأي، وإنما مبناه على الوحي وعلى فهم التنزيل كتابا وسنة اللذين جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد الوعيد العظيم والزجر والتهديد الكبير في من تكلم في وحي الله بمحض الرأي. قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعد القول على الله بغير علم من أقبح الذنوب، بل عده أقبح حتى من الشرك، لأن القول على الله بغير علم يتضمن الشرك، فالشرك من أفراده. وفي الحديث المتواتر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في دين الله برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ما هو الرأي؟ أي بغير علم. نعم. ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر ولأبي داود عن سلامة أحسن الله إليكم
ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري رضي الله عنه مرفوعا. رضي الله عنهما، عنها وعن أخيها. أي نعم، أحسن الله إليكم. رضي الله عنهما مرفوعا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. وهذه علامة وقعت يا أخواني، وقعت العلامة هذه وما زالت تتجدد في وقوعها. روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث سلامة بنت الحر الفزارية أخت خرشة ابن الحر الفزاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها، وهذه من العلامات الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، أن يتدافع أهل المسجد الإمامة كما فلا يجدون إماما يصلي بهم. كيف يتدافعونها؟ يتعازمون عليها: صل يا فلان، لا صل أنت يا فلان، لا يصلي فلان. لماذا؟ لأنهم تركوا العلم وتركوا التعلم والاشتغال به، فيرى نفسه ليس أهلا للإمامة. وفي هذا أن تعيين الأئمة وترتيبهم في المساجد من المهمات المتعلقة بولي الأمر قياما بهذا الواجب، لأن الإمامة في الصلاة إمامة صغرى. تجدون هذا أيها الإخوة الآن إذا خرج الناس إلى النزهة وفي البرية والمساجد بعيدة عنهم، فتحضرهم الصلاة فيتعازمون لها: صل أنت، صل أنت، لا صل أنت، تقدم أنت. تدافع الصلاة، الإمامة في الصلاة من علامة ماذا؟ علامات القيامة. وفيه معنى آخر وهو ما يكون في النفوس من العناد والكبر. يقول: صل أنت، يقول: لا صل أنت، فيتعاندان لانتشار فتنة البغضاء والغل وعدم صفاء النفوس بينهم، فيتدافعون هذه الصلاة. نعم. وروى يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيه الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق، قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. وفي حديث، نعم، هذا حديث رواه ابن ماجه ورواه غيره. قد رواه ابن ماجه من حديث عبد الملك ابن قدامة الجمحي عن إسحاق ابن أبي الفرات عن المقبري، وهنا قال: وروى يزيد بن هارون، وهو من أئمة الحديث في طبقة شيوخ الإمام أحمد. قال: أحد أخبرنا عبد الملك بن قدامة وهو الجمحي عن المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات. كيف تكون السنوات خداعات؟ أي أنه يحصل فيها المكر والغبن. والعبرة ليس في تلك السنوات بذاتها، وإنما في أهلها وأهل ذلك الزمان. وكذلك يمكن أن يضاف ذلك إلى السنة بأن السنة يحصل فيها الأمر الذي يغر، تنقلب فيه المفاهيم، تتغير فيه النفوس، فيرجع الملامة على أهل ذلك الزمان. كيف تكون هذه السنوات خداعات؟ أي تغر الإنسان ويكون الواقع فيه على غير ما أمل، يصدق فيها الكاذب. المعتاد أن الكاذب يصدق ولا يكذب؟ يكذب. لكن لماذا صدق الكاذب؟ لأمور:
منها أنه شريف في نسبه فيصدقونه لمكانته في النسب، أو لأنه صاحب مال فيصدقونه يرجون أن ينالوا من ماله، أو صاحب ولاية وإمرة ورئاسة فيصدق لأجل ذلك. عكسها ويكذب الصادق لأنه ضعيف نسبا أو ضعيف في ماله أو ضعيف في أهله ورهطه، فيكذبونه لأنه ليس له مكانة. نبي من أنبياء الله قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من هو هذا النبي؟ شعيب عليه السلام. كذبوه لأنه ليس شريفا في نسبه عندهم، ليس ذا مكانة. لكن في آخر الزمان يزداد هذا الأمر، وهذه في السنوات الخداعات. قال: ويؤتمن فيها الخائن. الخائن أي الذي ليس بأمين يؤتمن على وظيفة، على ولاية وإمرة، على مال، على سر. وأؤتمن لماذا؟ لأنه له نسب وله جاه وله مال وله واسطة. ويخون فيها الأمين لأنه مزدرى محتقر. ويدل الحديث أيضا على أن الأمانة تقل في آخر الزمان فترتفع. ولهذا جاء في الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وترى الرجل تقول: ما أظرفه، ما أحذقه، أن يثنى عليه ويمدح وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. هم الناس مدح بعضهم بعضا، يسمى عندنا بالهياط، يهايطون في المدائح، يكيلون المدح حتى في من لا يستحق المدح، لأن المفاهيم اضطربت والزمان فسد بفساد أهله. قال: ويتكلم في أمر الناس وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ هو الرجل التافه الحقير الجاهل السفيه الذي لا قيمة له في العلم ولا قيمة له في أمر الديانة. يتكلم في أمر الناس بالحلال والحرام، يتكلم في أمور الناس بالسياسة والتحليلات وغيرها، وهو في الميزان الشرعي ليس بشيء. لماذا تكلم بها؟ الإعلام رفعه، ماله رفعه، قومه ورهطه رفعوه، فصار متكلما في أمر الناس وهو رويبضة لا شيء له. جاء الحديث بوجه آخر: إن بين يدي الدجال سنوات خداعات. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن بين يدي الدجال أي أمامه سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. قال صلى الله عليه وسلم: وحق النبي علينا إذا صلينا إذا ذكرناه ماذا؟ أن نصلي وأن نسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. لأن ظهور الدجال متى؟ متى يكون ظهوره؟ إذا ضعف الدين وفسد الناس بفساد وفسد الزمان بفساد أهله وفساد الناس. نعم. وفي حديث جبريل عليه السلام: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. هذا الحديث سبق تقريره، وهو حديث طويل أخرجه مسلم بطوله، واتفق البخاري مع مسلم على إخراج ما يتعلق بأركان الإيمان منه. دعا
ذكر من علامات الساعة أن جبريل لما سأل النبي كم سؤالا؟ 5. سأله أولا عن الإسلام فأخبره، ثم عن الإيمان فأخبره، ثم عن الإحسان فأخبره، ثم سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، وهذا كناية عن فشو الجهاد في سبيل الله الذي ينتج عنه وجود الرقيق والأسارة من الرجال والنساء، يسترقون فيطأ الرجل سريته من النساء فتلد له ولدها، يكون سيدا على أمه إلى أن تعتق، سواء بأن يعتقها مالكها أو بأن يموت عنها أبو ولدها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة. الحفاة العراة هم الأعراب، يمشون حافين، عراة ليس عليه من الثياب إلا ما يستر سوآتهم، رعاء الشاة رعاء البهم، يتطاولون في البنيان، أي تركوا البداوة إلى الحضارة، تركوا بيوت الشعر إلى بيوت المدر، فتفاخروا في البنيان تطاولا، وتفاخروا فيها تشييدا وعمارة وزخرفة وتأثيثا. وكل هذا وقع وما زال يتجدد ويكثر في وقوعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. إذا فعلت؟ إذا فعلت أمتي 15 خصلة. خصلة، نعم. أحسن الله إليك. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. لا، خصلة لأنها تمييز 15. والتمييز دائما إيش؟ التمييز دائما منصوب، وكأني بكم تحبون التمييز، لكن هذا تمييز وليس تمييزا. نعم. أحسن الله إليكم. وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغنما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان الزعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسقا. وقال غريب وفي إسناده فرج بن فضالة: ضعف من قبل حفظه. وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وقال غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث حديث رواه الترمذي في جامعه الصحيح من روايتي علي وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا يسمى في علم الحديث بالشواهد، فحديث أبي هريرة يشهد لحديث علي، وحديث علي يشهد لحديث أبي هريرة، وإسناد حديث علي كما نبه الشيخ فيه ضعف، وإسناد حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لكن هذا الحديث في خصاله 15 جاءت مفرقة في أدلة أخرى، فلا يضر هذا الحديث وجود ضعيف في رواته، لأن معناه معنى صحيح ثبت في أحاديث أخرى. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله، أنه قد يسوق الحديث الذي فيه ضعف، لكن لوجود ما يشهد له سواء في سياقه أو في بعض ألفاظه، ولأن ما فيه دل عليه الأحاديث الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي
15 خصلة استحقت العذاب المترتب عليها بالريح الحمراء والمسخ والخسف. من أمته؟ أمة النبي أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة تشمل حتى الكفار والوثنيين إنسا وجنا، لأن النبي بعث إليهم يدعوهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون إيش؟ للعالمين نذيرا. العالمين الإنس والجن. وقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أمة الإجابة فهي مخصوصة بكم أنتم أهل الإسلام وأهل الإيمان، يا من استجبتم لله وللرسول فآمنتم به عليه الصلاة والسلام. إذا فعلت أمتي 15 خصلة، والمراد بها تحديدا أمة الإجابة، ما هي؟ قال: حل بها البلاء، البلاء العذاب والفتنة، ومنها المسخ والخسف والريح الحمراء التي توعد عليها. قيل: وما هي يا رسول الله؟ أي الخصال 15؟ قال: إذا كان المغنم دولا، أي أن الأغنياء يتداولون المناصب فيما بينهم، يتداولون المناصب دولا يتداولونه، فيكون لقوم دون قوم، ويمنعون غيرهم من هذا، من هذه الغنيمة. والأمانة مغنما، يعدون الوظائف والمناصب الحساسة والرفيعة أنها غنيمة، والمناصب لأهلها هي تكليف وليست بتشريف. ولهذا من أثر هذا أنه إذا ولي أحد منصبا هنأوه، هل الحق أن يهنأ ولا يعزى؟ يعزى، لأنه تحمل مسؤولية في آخر الزمان مع ضعف الديانة وقلة العقل وضعف المروءة، يهنونه على الأمانة، يهنونه على الوزارة وعلى الإدارة وعلى الإمارة وعلى القيادة، وهي في الحقيقة تكليف لا تشريف. وكانت الزكاة مغنما، الزكاة مغنما أي مغرما، الصحيح والزكاة مغرما أي غرم يشق عليه إخراجها وأداؤها، لأنه تعلق بالدنيا وجمعها والاستكثار منها، وضعف تعلقه بالآخرة، ضعف تعلقه بالآخرة، فصار أداء الزكاة غرما عليه وشديدا وكليفا عليه. قال: وأطاع الرجل زوجته وعق أماه. وقع ولا ما وقع؟ كلكم هززتم رؤوسكم بأنه وقع. نعم، مع الزوجة هو ذلك العبد المذلل، مع زوجته مركوب تسوقه أينما شاءت، لا يستطيع أن يقول لها لا أو يرفض لها طلب، والزوجة بدلها 1000 زوجة. أما أمه العجوز المريضة فأعظم ما يشق عليه طلباتها: أشغلتينا، آذيتينا، ما عندك من أولاد إلا أنا. إذا أطاع زوجته وعق أمه علامة على قيام الساعة. لماذا؟ لأنه فسدت المروءة وضعفت الديانة وقل العلم بفساد الناس في ذلك الزمان. طيب، الأم بدلها أم أخرى؟ لا، لكن الزوجة بدلها زوجة أخرى، لكن لنقصه ورخامته انقاد لزوجته وعصى أمه. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يسمع لزوجته في الأمر الواجب وفي الحلال، لكن لا تقدم الزوجة على الأم. الشريعة والإسلام
قدم حق الأم على كل حق من حقوق المخلوقين إلا حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لضعفه وضعف رجولته وضعف شهامته ومروءته قدم زوجته على أمه. لماذا أنشئت في ديار المسلمين دور العجزة لما لم تطق الزوجات أن يكون في بيتها الأمهات، فانقاد لها هؤلاء الأراذل من الأزواج؟ قال عليه الصلاة والسلام: وبر صديقه وجفى أباه. هذه أيضا من علامات الساعة، أن يصل الرجل صديقه ويحسن إليه ويكون في خدمته وضيافته ومعه ذلك العبد المذلل. أما أبوه ولا سيما إذا كان شيخا كبيرا فهو ذلك العتل الجواظ العاق له الجافي في حقه. مع صديقه ليمدحه الصديق: آمر وأبشر وعلى خشمي وعلى عيني ورأسي. ومع أبيه: أسكت، أشغلتنا، فعلت من الله يفعلك، ما لك من الأولاد إلا أنا. لنقص دينه ونقص علمه وضعف مروءته وقلة شهامته. هذا من علامات فساد الزمان بفساد أهله. وقع ولا ما وقع؟ وقع هذا ويزداد وقوعا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وارتفعت الأصوات في المساجد. المساجد ما شأنها؟ بيوت الله وأماكن العبادة والذكر والصلاة والتهليل ونشر العلم. تصبح المساجد في آخر الزمان كالأسواق، صخب ولعب وارتفاع أصوات، بل وفيها السب والشتم. يبيع الناس ويشترون في المساجد لأنها قلت مهابة المسجد في نفوسهم. ينشدون الضالة في المساجد، وقد نهى النبي عن ذلك. تكون المساجد عند الناس كمدرجات الملاعب والمسارح والأسواق، لأنه خف الدين وخف العمل به عندهم وضعف، حتى لم يجدوا للمساجد شرفا ومهابة بتعظيم العلم فيها. المساجد إذا قرأ فيها الإمام أنصت المأمومون، فلا يجوز لهم أن يقرأوا وراء قراءته إلا بالفاتحة. إذا خطب الخطيب في الجمعة وجب على الجميع أن ينصتوا وأن لا يمس الحصى أو يلعب بالفرش، لأنها معظمة لما فيها من ذكر الله. في الصحيحين جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، والأعرابي لا يعرف الحمامات ولا المراحيض، متى ما جاءت حاجته رفع ثوبه في أي مكان. كانت الأرض المسجد على عهد النبي مفروشة بماذا؟ بالسجاد الأخضر الصيني ولا القندهاري؟ بالحصبة، حصباء الوادي. فبينما النبي مع أصحابه دخل الأعرابي فاحتاج إلى أن يقضي حاجته، فقام وذهب إلى طائفة ناحية من نواحي المسجد فرفع ثوبه ثم بال، رفع ثوبه ثم بال. فهم به الصحابة لأنه فعل منكرا. البول في المسجد منكر ولا غير منكر؟ منكر. فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوه، وليس هذا إقرار للمنكر، ولكنه دفع لمفسدة عظمى بارتكاب الدنيا، لأنهم لو هيجوه اتسعت بقعة النجاسة. هذا واحد.
ثانيا تضرر هو، ثالثا يكون نجس نفسه. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، أي أن النجاسة كوثرت فذهب عينها، ذهبت عين هذه النجاسة. ثم قال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لذلك، لم تبنى لقضاء الحاجة، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وإذا كانت لهذا بنيت المساجد، إذن ارتفاع الأصوات فيها لماذا؟ لأن النفوس فيها ما فيها من الغل والدغل، والقلوب فيها ما فيها من الجهل وضعف العلم وزوال هيبة المسجد، حتى ارتفعت فيه أصواتهم. ما أعظم المساجد؟ ها، المسجد الحرام، هذا أعظم المساجد. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار. لماذا؟ لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. قال: وكان زعيم القوم أرذلهم، الذي تولى الزعامة والرئاسة والمنصب فيهم أرذلهم دينا وخلقا وعقلا وعلما. إنما جعل زعيما لهم لأنه رئيسهم أو أغناهم، فقدم لغناه أو قدم لنسبه أو قدم لمكانة أهله وقبيلته. وأكرم الرجل مخافة شره، لا يكرم لعلمه ودينه وعقله وصلاحه، ولكن اتقاء لشره وخوفا منه. وشربت الخمور وأعلن بها في الشوارع والفنادق والبارات، وهي أم الخبائث لضعف الدين وتقليد الفاجرين والكافرين. ولبس الحرير، ما الحرير هنا؟ الحرير هو الناتج من دودة القز، وهو الحرير الطبيعي الذي حرمه الله على من وأباحه لمن؟ الذي حرمه الله على الفقراء وأباحه للأغنياء. ها؟ يا جماعة، حرمه الله على الرجال وأباحه للنساء. يلبسه الرجال لترفههم وفجورهم وطغيانهم في المال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أي لبس الرجال له، سواء لبسه في بدنه أو افترشه في أرضه. طيب، ما رأيكم في الحرير الصناعي الذي ربما كان أنعم وألين من الحرير الطبيعي؟ يجوز للرجال أن يلبسوه ويفترشوه؟ ها؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان. ها؟ الحرير الصناعي الذي ربما أنه ألين بالمصانع من الطبيعي، أيجوز أن تلبسه وتفترشه؟ إذا كان لا يجوز، انزعوا ثيابكم، فإن جلها من الحرير الصناعي. الحكم يا أخواني خاص بالحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز، يسمى حرير، ويسمى بالاستبرق، ويسمى بالديباج باختلاف تصنيعه. أما الصناعي فيجوز لبسه، يجوز لبسه. ونبيكم عليه الصلاة والسلام ماذا لبس؟ لبس خشن الثياب،
يجذبه الأعرابي من ثوبه فيؤثر حد الثوب في رقبته، يلبس الخيش والصوف، لما اغتنى لبس الثياب الحبرة اليمانية صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم من قدمت ووطئت قدماه على هذه البسيطة. لكن الشأن أن أولئك أجلت لهم حسناتهم، ونحن نخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا. قال: واتخذت القينات. ما القينات؟ المغنيات الجواري يغنين ويرقصن للمعصية. لما دارت الخمور وكؤوسها ضرب عليهم بالقينات والمعازف، وهذا كناية عن أمرين: الأول كثرة الرقيق الناشئ من الجهاد في سبيل الله، ثانيا التساهل بالغناء المحرم والمعازف المحرمة. ولهذا قال: واتخذت القينات والمعازف. القينات هن النساء اللاتي يغنين ويصدعن بأغانيهن، المطربات الطقاقات المنشدات بالكلام المحرم من القينات، والمعازف آلات العزف وآلات اللهو، سواء كانت قديمة كالناي والطبل والدف، أو كانت حديثة كالقانون والكمنجة والزميرة، أو كانت مما هي في الزمن هذا باستخدام آلات الحاسب الآلي باستخراج الأصوات عبر هذه البرامج، برامج الحاسب الآلي، فإن هذه كلها من المحرمات والكبائر. ولهذا روى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي. ليكونن، هذه اللام لام التوكيد وهي لام القسم. يكونن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يستحلون يجعلونه حلال وهو في الحقيقة حرام. الحرى يعني الزنا والحريرة والخمرة والمعازف. فلما جمع المعازف مع هذه الثلاث من كبائر الذنوب دل على أن المعازف إيش؟ كبيرة من الكبائر. وفي قول الله جل وعلا في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. حلف عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أن هذا هو الغنى، أنه الغنى. وفي الصحيحين دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في يوم عيد في حجرة عائشة، وإذا عند عائشة رضي الله عنها جاريتان، أي طفلتان صغيرتان، تضربان بدف، في رواية العبان بدف، والنبي مضطجع في ناحية البيت. فقال الصديق رضي الله عنه: أبي مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مزمار الشيطان الذي يعنيه الصديق؟ الدف. فاستعدل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد. فالرسول أقر الصديق على أن الدف من مزمار الشيطان، لكنه رخصه لنا في يوم العيد، فهو مستثنى لكن ليس دائما، إنما في يوم العيد وفي ليلة العرس للنساء خاصة.
أما العيد فللجميع، أما في الدف ضرب الدف، في العرس في النساء خاصة، وما سوى ذلك من المعازف القديمة والحديثة أو الأصوات الناشئة عنها باللعب في الحواسف فهي حرام. ولهذا حرمت الشريعة المعازف، أي الأصوات الناشئة عن هذا العزف. قال: ولعن، هذه الخصلة الخامسة عشرة، ولعن آخر هذه الأمة أولها. وقع ولا ما وقع؟ وقع. سئل أصحاب موسى عليه السلام اليهود، سئلوا: من هو، من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. سئل النصارى: من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى الحواريون. سئل الرافضة: من هم شر أهل ملتكم؟ فقالوا قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حكموا عليهم بالردة ولعنوهم وسبوهم وشتموهم إلا بضعة نفر لم يتعدوا أصابع اليد. حصل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لعن آخر هذه الأمة أولها. ليس هؤلاء فحسب الذين اشرابت أعناقهم إلى الغرب والشرق، الذين ادعوا أنهم يريدون التقدم والتطور والرقي، بماذا يصفون أسلافنا؟ بأنهم متخلفون، أنهم همجيون، أنهم ما عندهم حضارة، ما عندهم مدنية، المدنية بالالتفات للشرق والغرب. وهذا يتضمن لعن الأوائل، لعن آخر هذه الأمة أولها. في باب العقائد جاء أهل الكلام ببدعهم وأهل الأهواء بأهوائهم وضلالهم، فقالوا: مذهب السلف أسلم، لكن مذهبنا نحن الخلف أعلم وأحكم. وهذا يتضمن شتيمة السلف، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن أي سب وشتم آخر هذه الأمة أولها. إذا وقعت هذه الخصال الخمسة عشر التي هي تؤذن بفساد الزمان لفساد أهله، قال: فانتظروا ريحا حمراء، أي عذابا من الله، كما أهلك أمة من الأمم بالريح الصرصر العاتية، وانتظروا خسفا تخسف بكم الأرض كما خسفت بأقوام. ومنهم قوم لوط لما جاهروا بالشرك وباللواط، إتيان الفعل القبيح في الرجال، وبالمسخ كما مسخ المعاندة المكابرة من بني إسرائيل قردة وخنازير. نعم. ولابن ماجة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وللبخاري عن أبي عامر بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت وللبخاري عن أبي عامر بن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين خنازير إلى يوم القيامة. هذان الحديثان معناهما واحد، دلت عليه الأحاديث والنصوص الأخرى في شواهدها ومتابعاتها. ففي حديث ابن ماجه، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه وغيرهم،
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك من رهط أبي موسى الأشعري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر. والخمر أم الخبائث، وهي محرمة ولشدتها وفشوها عند العرب نزل تحريمها متدرجا، فأول ما نزل من تحريمها بيان ضررها وخطرها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إن بعض الصحابة صلوا وهم سكارى، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، غير كلام الله بعقله ولا بغير عقله؟ بغير عقله. فأنزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل بت وقطع تحريم الخمر، فقال الله جل وعلا في آية سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأصنام والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليشربن، وهذا تأكيد باللام وتأكيد بالنون المثقلة، يشربن أقوام من أمة الخمر لضعف دينهم واتباعهم أهواءهم وشهواتهم، يسمونها بغير اسمها، أي من أسباب شربهم الخمر أنهم غيروا اسمها وانتشر الجهل ورفع العلم. فمن أسباب روجان الخمور أن تسمى بغير اسمها. مش تسمى الخمر الآن؟ عرق، تسمى عرقا، تسمى مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، شمبانيا، ويسكي، فينشأ جيل يظن أن هذه مشروبات جائزة لأنها لم تسمى بالاسم الشرعي وهي الخمر. والخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه. قال يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، وهذا مشهور في المسارح والبارات والمراقص، يضرب عليهم بالديسكو والمعازف والمغنيات وتدار عليهم إيش؟ البيرة، البيرة المسكرة والخمور بأنواعها وأشكالها، فودكا ومارتيني وويسكي بأسماء كثيرة جامعها أنها تخامر العقل أي تغطيه. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أن يقع فيهم الوعيد في قوله فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، لأن الله يمهل ويستأني بعباده العصاة أن يعودوا ويتوبوا ويؤوبوا، فإذا استمرأوا المعاصي وأمنوا مكر الله استحقوا عندئذ إيش؟ عذاب الله ومقته. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي حديث أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري الذي مر التنويه عنه: ليكونن من أمتي، ليكونن الناس من أمتي، أي أقوام. فقوله ناس نكرة فدلت على العموم، يستحلون الخمر أي يجعلونها حلال وهي في الحقيقة حرام وفي شرع الله حرام، والحرير وهو حرام على الرجال دون النساء،
الحرير إيش؟ الصناعي. ها؟ الحرير الطبيعي ليس الصناعي. والمعازف وهي آلات العزف واللهو. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم. أي علم؟ علم المملكة ولا علم؟ ها؟ المراد بالعلم الجبل. الجبل علم. ولهذا قالت الخنساء تماضر في مدح أخيها صخر، وإن صخرا لسيدنا، كأنه علم على رأسه نار، أي جبل على رأسه نار. فالعلم الجبل. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. سارحتهم إما أنها إبل أو غنم أو بقر، تأتيهم لحاجة فيقولون، يأتيهم من المستحق للحاجة، أعطونا، يقول ارجع إلينا غدا، يعني أنهم يمنعون الصدقة ويمنعون المحتاج الحاجة مع أن الله أغناهم. قال فيبيتهم الله أن ينزل عليهم عذابه بياتا ليلا. قال ويضع العلم أي الجبل عليهم يخسف بهم، ويمسخ آخرين وآخرين خنازير إلى يوم القيامة، أي يقلبهم عقوبة لهم قردة وخنازير. من يستحق ذلك؟ المكابرون بالعناد في معاصي الله سبحانه وتعالى، الذين يمهلهم الله ولا يستمهلوا، يرجئهم أن يتوبوا فيزدادوا عنادا إلى عنادهم وغيا إلى غيهم. نعوذ بالله من هذه الحال، وهاتيكم المآل. نعم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. نعم. حديث أبي أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده مقال، لكن معناه دلت عليه الشواهد الأخرى. قال يكون في أمتي فزعة، أي أمر مفزع مقلق، يأخذ منهم مأخذه، فيذهب الناس إلى علمائهم في هذا الأمر النازل، في هذا الأمر المفجع، في هذه الفزعة. فإذا نظروا إلى علمائهم وقد مسخوا قردة وخنازير. متى هذا؟ إذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا غير العلماء وبدلوا لأجل المناصب أو الأموال أو المدح أو إرضاء فلان وعلان، يقلبهم ربي إلى قردة وخنازير. في القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله أهل القرية التي كانت حادث البحر. أي قرية هذه؟ ها؟ أي قرية؟ وهم أصحاب السبت. واسأله عن القرية التي كانت حادث البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ها؟ بصيرة؟ ها؟ بصرة ولا بصيرة؟ بصرة الشام ليست على بحر يا أخي. ها؟ يقول أخونا أيلة، أيلة هي بيت المقدس وليست على بحر. ها؟ ما هذه القرية التي ذكر الله لكم خبرها؟ إنها قرية أيلات،
التي هي مقابل العقبة، قالها ابن عباس رضي الله عنهما. ابتلاهم الله أنهم لا يصيدون في يوم السبت، ابتلاهم بماذا؟ بأنه في يوم السبت الحيتان تأتي شرعا على سطح البحر من كثرتها، فإذا جاء الأحد إلى يوم الجمعة غاصت في البحر. قالوا نعمل حيلة، ننصب شباكنا يوم الجمعة وتعلق بها هذه الحيتان ونأخذها يوم الأحد، فنحن في الحقيقة ما صدنا يوم السبت، هذه حيلة. وما أكثر الحيل عند الناس، يحتالون على الأموال، يحتالون على الحرام، يبرر لنفسه، يجعل لنفسه عذرا حتى يرتكب المحرم، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عصى. ماذا كان من شأنهم؟ انقسم هؤلاء إلى أقسام ثلاثة. قسم وقع في هذه الحيلة، وقع فيها وهم الأكثر، وقسم آخر أنكروها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقسم ثالث سكتوا، ما لنا شغل، ما لنا دخل. في قسم رابع، في قسم رابع لا، وقالت طائفة منهم الساكتة لم يسكتوا فقط بل رجعوا بالملامة والمذمة على إخوانهم الناصحين، ولم يرجعوا بالملامة والذمة على أولئك العاصين. وقالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال أي الناصحون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ننصحهم ونوجههم وننهاهم عن المعصية، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر معذرة إلى الله، أي قطعا للعذر بيننا وبين الله أننا ما نصحنا وبينا، ولعلهم يتقون. ماذا كان من شأنهم؟ أخبر الله بنجاة هؤلاء الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الناصحين لإخوانهم الذين ثارت غيرتهم لله ولأجل دين الله. فأما أولئك الذين احتالوا ولفوا وداروا فمسخهم قردة وخنازير، وسكت الله عن هذه الطائفة إيش؟ الثالثة، الله أعلم بهم. أولئك القوم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لم يسمع لهم ولم تقبل نصيحتهم فاصلوا هؤلاء العصاة المحتالين، فاصلوهم ولم يسكنوا معهم وجعلوا بينهم وبينهم سورا. في الصباح يفتحون الباب ويخرجون، وفي المساء ينعزل هؤلاء بمكانهم وهؤلاء بمكانهم. لما أصبح الصباح لم يخرج هؤلاء المحتالون على أمر الله، واستبطأهم أقوامهم وتأخروا عليهم، طرقوا الباب فلم يفتحوه، فتسوروا عليهم ففتحوا الباب وإذا قد مسخوا إلى قردة وإلى خنازير، فكان القرد منهم والخنزير يأتي إلى أخيه وابن عمه الناصح له فيتحكك به، وإن الدمع ليسيل من عينه. لماذا؟ لأنه لم يقبل نصحه. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث هذا حديث أبي أمامة الذي رواه في نوادر الأصول، تصير في هذه الأمة فزعة، أمرا مفزعا، فيصير الناس إلى علمائهم فإذا قدموا عليهم وإذا هم قردة وخنازير.
مسخهم الله إلى هذين الخلقين الخسيسين المرذولين، القردة والخنازير. لماذا؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأنهم حرموا الحلال وأحلوا الحرام، لأنهم خالفوا علمهم الذي تعلموه ليحصلوا في الدنيا مكاسب، مناصب، أموال، لينالوا مدحا وثناء، لئلا يخالف الناس في مألوفاتهم. وواجب العالم أن يبين دين الله، رضي من رضي وغضب من غضب، لا مجاملة ولا مزايدة في بيان دين الله عز وجل. لكن منهم من يخاف من الأتباع، أو يخاف من فوات المصالح والمناصب، أو يخاف أن تفوته الوظائف فيغير دين الله ويجامل على حساب بيان الحلال والحرام. والذين مسخوا هم العلماء المغيرون دين الله جل وعلا. واعلموا يا أيها الإخوة أن أصول الشرك أربعة، أصول الشرك بالله أربعة. الأول شرك الدعوة، أن يدعو غير الله، ومنه السؤال والاستغاثة والنداء والاستعانة. الأصل الثاني شرك الخشية، أن يخاف ويخشى في سره غير الله. الأصل الثالث شرك الإرادة، وهو شرك النيات والمقاصد. الرابع شرك الطاعة. قال الشيخ المجدد في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع هذه الآية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ عدي ابن كيف حالك يا أخانا؟ أين أنت؟ نمت؟ دائما تأتي وتنام، لماذا؟ اذهب طف بالبيت سبعا ثم تعال. ها؟ اجعل الطواف في وقت الغداء. ها؟ اجعله في وقت غير الدرس. في غير هذا الوقت؟ إذا لماذا تنام؟ قف واقفا، قف. من هو هذا الصحابي؟ هداك الله، اجلس. سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا لم يسلم بعد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان قد علق الصليب على رقبته. فجاء عدي فقال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. كأنه يقول هذا الكلام غير صحيح، وهذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي. قال: لبيك. قال: أليسوا أي الأحبار والرهبان يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أي هذه هي طاعتهم. ولهذا من أحلوا حراما أو حرموا حلالا استحقوا إن لم يتوبوا بعد إمهال الله لهم ويؤوبوا عن منكرهم وغيهم عاجل العقوبة أن يمسخوا إلى قردة وخنازير. هذا في الدنيا، وما في الآخرة عند الله من العذاب أشد وأنكى. كم بقي؟ ها؟
في أسئلة؟ اكتبه. هذا السائل يقول: هناك في بلادنا صراع بين الحق والباطل، وهناك سكتة، فما حكم السكوت؟ لا يجوز السكوت لإقرار الباطل بالكلية، لا يجوز السكوت لإقرار الباطل بالكلية، بل يجب إنكار المنكر، ينكره المنكر بيده إن كانت له ولاية وله سلطة، كالأب مع أولاده والمدير في إدارته وكالأمير في إمارته ومسؤوليته. فإن عجز عن إنكار المنكر بيده أنكره بلسانه نصحا وأمرا وإغلاظا في كل مناسبة بما يقتضيها الحال، فإن عجز عن هذا أنكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن يسكت ويخنع ويخضع فليس هذا ما كلفنا إياه. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أي يعتقد بقلبه أن هذا منكر ويتمنى تغييره وإزالته، وقد يظهر هذا على وجهه تمعرا وغضبا وتأسفا على وقوع المنكر، فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، جهاد بيان وإنكار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك أي جهاد القلب من الإيمان حبة خردل. ومن سنة الله الشرعية والكونية بقاء الخير والشر يعتلجان في صراع ليمتحن الله به عباده، والله أعلم. سائل يقول: طلبت زوجتي ألا تعيش مع أمي، هل تطلق الزوجة وأمي ليس بسوء لزوجتي؟ إذا طلبت منك زوجتك ذلك قبل الزواج ورضيت ذلك به عند العقد فلأنك رخمة، لأنك لست رجلا تقبل ألا تعيش عند أمك إذا كانت أمك ليس لها أحد سواك. الأم هل بدا لها أم أخرى؟ أجيبوا: ليس وراءها أم أخرى. أما الزوجة بدلها ألف زوجة. أما إذا كان طلب هذه الزوجة من زوجها بعد عقد الزواج وبعد دخولها بها، بعد دخوله بها قالت: أنا لا أطيق أعيش مع أمك، ورضي، فهو عاق لأمه. وقد تطبق فيه الحديث: يطيع زوجته ويقطع ويعق أمه. وإن كانت الأم صاحبة سوء وسيئة الخلق، إن كانت الأم بهذه الصفة وبهذه المثابة فإنه ينصحها، فإن لم تدم العشرة بينهما يجعل أمه أمامه في بيته أو بجانبه وزوجته في جانب آخر، وإذا كان رجلا تزوج ثانية وأبقاها عند أمه، ودون ذلك خرط القتاد إلا من رحم الله وقليل ما هم.
لماذا ذكر إبراهيم الخليل بالصلاة الإبراهيمية ولم يذكر أي نبي آخر؟ سؤال جيد. ذكر الخليل وحده لأن الخليل وإبراهيم ونبينا هما أفضل الأنبياء بالإطلاق، فأفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام الخليلان، وأفضل الخليلين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الخليل هو أبو رسول الله وجده الأعلى، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إيش؟ إبراهيم، اللهم صلِّ وسلِّم عليهم. سائل يقول: هناك أناس يصلون يوم الجمعة خارج الحرم في مساجد مكة، هل أجر صلاة الجمعة في غير الحرم 100,000 صلاة؟ لا يا أخي، أجر جميع الصلوات ليس فقط الجمعة، صلاة الجمعة والظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء، بل وصلوات الجنازة، بل والنوافل كلها في سائر أماكن الحرم 100,000 صلاة، بشرط أن يقبلها الله منك. فأنت احرص على القبول كحرصك على العد والمضاعفة، وأبشر بالله خيرا. لكن الصلاة في هذا المسجد، مسجد الكعبة، أفضل من الصلاة في أي مكان آخر، لاشتماله على الكعبة ولأنه البيت العتيق، والله أعلم. ما هي كلمة الحق عند سلطان جائر، وكيف تكون، وما أجرها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر. جائر يعني ظالم، وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فلم يتحمل هذا السلطان الجائر هذا الأمر فقتل هذا الآمر وهذا الناصح، هذا هو خير الشهداء كما قاله عليه الصلاة والسلام. وإنكار المنكر لا يكون على جهة التعنيف والتشديد والزجر والتهديد، وإنما يراعى الأمير في إمارته والكبير في منصبه، فيخاطب بما يناسبه ويبين له بالعقل والحكمة والأسلوب العلمي غوائل هذه المعاصي وهذه المنكرات. فإن قبل هذا المسؤول وولي الأمر وصاحب السلطة فالحمد لله، إن لم يقبل قد أبان له المسلم الحكم وبين له الأمر وبرئت ذمته عندئذ فيما بينه وبين الناس. يقول: أنا أتيت من الأردن وقد نويت تأدية أكثر من عمرة، فهل يجوز المشروع في كل سفرة عمرة، ويجوز أن يأتي بعمرة ثانية بعد العمرة الأولى بخمسة أيام فقط، ولا يأتي بعمر أخرى إلا إذا جاء بسفرة ثانية؟ إحرامه الأول من ميقاته الذي مر به، فالأردن ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة أحرموا منها، أما إذا فرغ من عمرته ومضت خمسة أيام وهو في مكة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، وأقرب الحل التنعيم في مسجد عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. إذا اعتمرت العمرة كاملة وحلقت من جهة واحدة من غير علم فما هو الحكم؟ الحكم تلبس ثياب الإحرام وتكمل الحلق في الجهة الأخرى، أما تحلق جهة وتخلي جهة هذا الفعل خطأ وبدعة، ولا يتم به عمرتك ولا نسكك، والله أعلم. هل يجوز بعد الطواف الذهاب لقضاء حاجة ثم تكملة السعي؟ إذا كان الذهاب لقضاء الحاجة هو
لدورة المياه ويعيد الوضوء ويكمل السعي فلا مانع، أو الحاجة الصلاة، أو الحاجة أن يوصل المريض إلى المستشفى أو إلى الفندق أو يصلح السيارة فلا مانع. أما إذا كان الحاجة يروح ينام، يروح يأكل، يروح يتمشى، فلا، لا بد من أن يصل السعي بالطواف، والله أعلم. أنا غير ملتحي أصلا. لا، أنت ملتحي لكنك تحلقها بالموس، ما في غير ملتحي أصلا، لا تلف وتدور في سؤالك. وعندما جئت إلى المملكة التحيت، وبعد بضعة أشهر سأسافر إلى وطني، ولا أريد أن أحلق ولكني أخشى أن يضروني في المطار. لتكن خشيتك من الله، وتعظيمك لله، واتقاؤك الله. فإن كنت صادقا في اتقائك ربك وخشيتك إياه فأبشر بأن الله يجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. ولا تحلق لحيتك، واصبر على دين الله. هل يجوز أداء العمرة عن الميت؟ نعم، يجوز أن يؤدي العمرة عن الميت بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي، قال: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن من؟ عن شبرمة، والله أعلم. هل يكون الميقات من مسجد عائشة أم من الطائف؟ لعلمكم نحن من الجزائر، وكان ميقاتنا الأول لما جئنا بالطائرة. من جاء إلى مكة من خارج المواقيت فإن ميقاته الأول لنسكه ميقاته الذي يمر عليه. وأهل الجزائر ميقاتهم الجحفة كأهل مصر وأهل الشام وأهل أوروبا وأواسط آسيا. فإذا اجلس يا ولد، فإذا أنهى عمرته أو حجه وأراد أن يأتي بعمرة ثانية فيحرم كما يحرم أهل مكة. من أين يحرمون؟ من الحل، سواء التنعيم أو من عرفات أو الجعرانة أو الشميسية الحديبية. ليس لازم التنعيم، لكن التنعيم هو أقرب الحل للحرم، والله أعلم. ماذا يجوز للمعتكف وما لا يجوز؟ الطيب والجنازة. نعم، المعتكف يتطيب ولا مانع من طيبه، لا مانع أن يتطيب المعتكف. إنما الذي يفسد اعتكافه أمران: الأول جماعه زوجته، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني خروجه من المسجد لغير حاجة، يتمشى في الأسواق، يزور ربعه وأقاربه. والمعتكف يصلي على الجنازة لكن لا يتبعها إلى المقبرة لأنه منشغل بعبادة الاعتكاف، والله أعلم. سائل يقول: أنا تبت والحمد لله، حيث دخلت في أمر الربوي وهو بيع التورق، واستعملت بعضا من ذلك المال لشراء سيارة وأنا أعمل بها الآن، فهل أبيع السيارة؟ وهل المال الذي كنت أخذته من السيارة أي الفائدة حرام؟ إذا كان التورق الذي وقعت فيه تورق محرم في أنه نوع من أنواع الربا وتعلم ذلك، أو استفتيت وأفتيت بأنه ربا، فكل الكسب الناشئ من هذا الربا حرام، سيارة أو طيارة، عمارة أو باخرة، كلها حرام، تخلص منه، أي بع السيارة وتخلص منها في وجوه الخير. وكل مال نشأ عن الحرام تخلص منه بنية التخلص إلى الله، التخلص من المحرم، وهذا التخلص قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح،
ونكمل إن شاء الله الكتاب بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.